انا سمعت في الاذاعه العربيه وانا ماشي استاذ العظيم الملحن العظيم محمود بشريل. الله 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 طبعا استاذ بيتكلم بيقول حاجه غريبه قوي. النهارده يجي الكلام للملحن يسجله على الكاسيت ويبعته للمطرب او المطربه. أيوة. أيوة. لم يتقابله ما بيتقابلوش. ده اللي بيحصل. ما بيتقابلوا. ده اللي بيحصل يا احمد. ما بيتقابلوش. سمع عبد الحليم اللي كان بيعمل سنه بروف يعيش ام كلثوم سنتين بروف. فين اكتر من كده يا ملك ان ممكن المطرب ما يشوفش الفرقه اللي سجلت الاغنيه. تصور المصيبه اللي يعيش بتسجل على التراك 24 تراك ويروح الموسيقيين يروحوا بعد اسبوع ولا شهر يسجل المطرب الملحنين الكبار على شريط. بقول ايه هل نختم بال هل ده عدم حب الاغاني؟ بس كمل كل ما يسأله ملحن كبير كل ايه ما يسأله ملحن كبير او يسأله اي حد ايه أزمة الأغنية يقول لك ازمة اصوات. لا اصوات كتير جدا اهو كتير قاعده فيها اربع مطربين.